أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. هو اللي يخرج أدنى شك من مكتب اليوتيوب، مكتب شريس ومكتب بنزين ومكتب معكوش عن القرارات الطالب. هادشي باش ربما نتعذر من الشارع النقابة اللي كان عندنا جوج ديال الأهداف الأساسية. ونقول من الآن لجاي الاتحاد الوطني بنية الحصول على امتيازات فبشكل ب 20 نقابة أخرى. الوصلة بلغ حتى ذاك الوصل اللي سلمته لكم السلطة يطعنون فيه تقول هذا غير قانوني. هكذا هو غادي تيداتي يستبلدون العمال تسحب لهم هذا. نتوما تنتميو واحد الجيل ديال العشرينيات ولا الثلاثينيات. انتم قانونيون، مشيتوا للنقابه قانونيه معترف بها ماشي في المغرب، معترف بها دوليا على اعتبار انها داخله في واحد المجموعه ديال الاتفاقيات مع منتظمات دوليه. اذا كانوا القيمين على الشركه هنا في المغرب باقي ما وصلوش للمستوى ديال النضج ممكن نحاولوا الاسياد ديالهم في مرات اخرى. ولما تنقل الكلام عندنا تجربه سابقه. الاخ عبد الرحيم خراف مسؤول عن وحده عن خليه صنيع وكاتب عام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المنطويه، كاتب عام لنقابه مركز الحبيب المنطويه تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. فحنا جات الفكره ديال انشاء نقابة من بعد مجموعة من الممارسات التي مارستها الإدارة لا على الصعيد المحلي ولا على الصعيد الوطني، وخير دليل على ذلك فهو الإضرابات الوطنية اللي كتعرفها الساحة اليوم، خصوصا بعد إخراج المشروع الفاشل إلى الوجود ألا هو مشروع الطريق، وبعد تعنت الإدارة في جميع محاولات الحوار وجميع محاولات الحل لهذا المشروع، إلا أن الإدارة أبت إلا أن تخرج هذا المشروع الفاشل إلى أرض الوجود الذي يمس بشكل مباشر جيب المستخدم بصفة كبيرة، ألا وهي النقص من الراتب الشهري للمستخدم بالنصف أو بالثلثين. فجاء الرفض التام من طرف الطبقة الشغيلة، وكما شفتوا الجمع العام ركهن حضور قوي وكانت مساندة قوية من طرف الطبقة العاملة لإفشال هذا المشروع ولإفشال جميع أنواع التعسفات اللي كيتعرض عليها المكتب النقابي والإخوة المناضلين بما فيها عبد ربه الكاتب العام اللي لحد الآن ما عارفش المصير ديالو داخل الشركة، وكذلك النائب ديالي والإخوة اللي طردوا بدون سبب يذكر، طردوا لأن الإدارة بغت تطردهم هكاك. وكما أن هناك مجموعة من المشاريع اللي كانت متوثقة في واحد الاتفاقية الجماعية اللي كتربطنا بالشركة، إلا أنها الشركة نبدات ونفات فهمتيني وتخلات على ذاك البنود ديال الاتفاقية، لأن الشركة أبت إلا أنها لا تلتزم ببنود هذه الاتفاقية. وعلى أهم بند في هذا هو كان الاتفاقية كانت كتنص على إدماج المستخدمين اللي كانوا مع الشركة تقريبا واحد المدة ديال ما تزيد على 5 سنوات 6 سنوات مؤقتين في شركة أخرى، دمجتهم الشركة فهمتيني ماشي هذه الشركة الجديدة، المستثمر القديم دمجهم. كانت بروتوكول ديال اتفاق تسنى في 2014 على اساس ان هاد المدمجين يدوزوا فتره ديال التجربه لمده عامين، ومن بعد العامين على اساس انهم يكونوا عمال مستخدمين مرسمين مثلهم مثل باقي الاخوه. الا اننا تفاجئنا بان هاد الشركه ضافت عام على هذاك الادماج اللي كان محدد في عامين، زادت عام اخر. والغريب في الامر ان الاقدميه تحسبات غير من العام الاخر ماشي من هذوك العامين اللي بداوا هذا. فلهذا حنا تنستنكر كاع هذه الوسائل اللي كتمارس الاداره، وحنا نطالب بفتح حوار شفاف من اجل ايجاد حل لهذه المعضلات، والا فاننا راه ناخذوا القانون ديالنا ونتجهوا الى الاضراب ونضامنوا مع الاخوه ديالنا في المغرب لحل كل المشاكل التي هي عالقه والتي لم تحل بعد. وشكرا. ستبدا نقابتنا النزيهه عملها تحت شعار سنبقى ملتزمين بقضايا الطبقه العامله لشركتنا، سنظل معبئين للدفاع عن مطالبها وحقوقها. اختارت نقابتنا هذا الشعار
نتيجة تقييم عميق ودقيق وشامل لتجربة اقتصادية اجتماعية كارثية بامتياز. دامت 4 سنوات واليوم تدل كل المؤشرات على استمرار نفس استراتيجية الإدارة المعادية للعمال والعاملات ولحركتهم النهارية ولمطالبهم ومكتسباتهم، وأكبر دليل على ذلك التصاريح الهزيلة للإدارة وعدد حالات الطرد المرتفعة والإضرابات الوطنية. إن شعارنا هذا هو بمثابة رسالة واضحة مفادها أنه مهما كبرت الصعاب والعوائق وتعددت المؤامرات والدسائس وكثرت التحديات، فإن رغبتنا ستبقى وفية لهويتها ومبادئها، ملتزمة بقضايا الأجراء دائمة التعبئة من أجل حاضر ومستقبل الطرد.